أيها الحفل الكريم عشاك الأصالة والتراث، لا زالت التحديات مستمرة والانطلاقات متواصلة من إبريس الميادين ميدان الرقيعات. على بركة الله ينطلق الشوط الرئيسي للقعدان 1200 متر. أسير مع البداية مع المركز الأول سياف، من يتقدم سلطان بن محمد بالخميس البطيني، من ياتي على المركز الاول والمركز الثاني، من يتقدم وصل هنا الكدري احمد بن سعيود الدرع، والمركز الثالث القادم وصل هنا فعال من ياتي راشد بن سلطان بن سالومي الدرعي. الله الله يا سلام يا سلام، تابع البدايه تابع الانطلاق المثير. اذا مع سيف مع سيف سياف سياف يا سياف سلطان بن حمد بن خميس البطيني، ولكن الضغوطات الكدري حميد بن سعيود الدرع القادم بكل قوه، ولكن الله يا شوط الاشواط يا التحديات المثيره. الفطامين ولعت ولعت الجانب الاخر من هناك، يا سلام الكدري بن سعيود بن سعيود غير مع البدايه مع الصداره مع الكدري حميد بن سعيود الدرعي، روح مع البدايه روح مع الصداره والقادم ايضا فعايل راشد بن سلطان بن سالومي الدرعي، وايضا القادم شاهين خليفه بن محمد بن خليفه الدرعي، ولكن خلاص فعال فعال راشد بن سلطان بن سالومي الدرعي. سلام يا الكدري حميد بن سعيود الدرعي، تهاني لك يا بن سعيود، تهاني لمالك الكدري احمد بن سعيود الدرعي، واسعد الله صباحك على هذا الفوز، واسعد الله مساك على هذا الفوز. المركز الثاني وصل شاهين خليفه بن محمد وخليفه الدرعي، والمركز الثالث ثالث المراكز وصل فعال اذا راشد ابو سلطان السالم الدرعي. التوقيت 7 دقيقه 48 ثانيه 71 جزءا من الثانيه. نعود بالثانيه والناموس ايها الحال الكريم، تهاني لك يا ابو سعيود مالك الكدري حميد ابو سعيود الدرعي، واسعد الله مساك على فوز الكدري بالمركز الاول، تهانينا والناموس.